ضيفنا من عام حزب نداء تونس عبد العزيز القرطيسي. عبد العزيز، النداء كان الطرف الرئيسي في الانتخابات 2014 والفائز الاول، بمعنى وانه انت قبيله حكيت على المراه يمكن اللي موجوده في الريف واللي صوتت للنداء ومشيت للنداء لتو ما تعرفش هالمشاكل هذه الكل، ولكن مازالت عندها ثقه في النداء وفي مخيلتها، وانه النداء اللي انتخبته في 2014 هو اليوم يحكم حتى 2019 الانتخابات القادمه، واحنا مازلنا عليها بعض الاشهر. اليوم مش مقلقتكم نتائج الحكم؟ بمعنى وانه كي نتحدث عن نتائج الحكم خاصه خلينا من الجانب السياسي، اقتصاديا واجتماعيا اليوم الوضع الصعيب، مش خايفين وانه يخسركم برشا اصوات في الانتخابات القادمه؟ عبد العزيز القرطيسي، طبعا هو كانت هو فما انتخابات البلديه نتاع 2018 كانت معناها ديجا بديتوا تحسدوا في اكزرسيس، وواضح انه كل الاحزاب اللي كانت تابعه لمنظومه الحكم تم عقابها، وحتى من باب العزوف وعقاب حتى اذا كانوا مش تصويت. ولكن احنا اللي نقولوا انه التجربه بطبيعه الحال نتحملوا جزء من المسؤوليه فيها، وهذا ما يلزمناش ننكروه. ثانيا هناك العديد من الخيارات اللي لربما نداء تونس ما كانش هو الفاعل الاساسي فيها، باعتبار انه التشارك في الحكم ماك تعرف في قسم المسؤوليه، والنظام السياسي اللي موجود الان ما ينجمش يحمل المسؤوليه لحتى طرف دون اخر، معناها هو كما يقولوها دم عثمان مشتت بين القبائل. اليوم النظام السياسي هذا اللي يخليك تحمل مسؤوليه رئيس جمهوريه باعتبار انه رئيس جمهوريه منتخب وما عنده صلاحيات، وتلقى انه رئيس حكومه اللي كان معناها ينجم يكون ما في باله به حد وما مر بحتى تجربة انتخابية وفي إطار اتفاق بين مجموعة متاع أشخاص ولا مصالح أحزاب يقى رئيس حكومة ويكون حكومة بدون في بعض الأحيان حتى ما يتشاور مع الأحزاب الأخرى، فما يشكون يجيب ناس موالية ليه وقريبة ليه، معناها هذا صار وشفناه، والأحزاب تبدأ تمثيليتها ما هيش تمثيلية كبيرة، مع أنه في بعض الأحيان الأحزاب هذه ما تخليش الناس اللي لازمها تكون في المواقع معينة نظرا لحسابات معينة. هذا الكل خلانا اليوم نوصلوا إلى نتائج كما اللي وصلنا لها. صحيح فما وضع اقتصادي صعيب، احنا كان عندنا دور في بعض ما وصلنا ليه بطبيعة الحال، لكن اليوم يلزمنا نتداركوا، يلزمنا نقفوا على أخطائنا، وإحنا بطبيعة الحال قمنا بالتقييم هذا وقاعدين نحب نصلحوا في المستوى هذا، لأنه في مستوى معين في وقت معين نداء تونس لم يتعاطى مع الشأن العام ومع مسألة الحكم بالجدية الكافية وبالجدية اللي لازمها تكون. اليوم كما قلت لك بعد هالمؤتمر متاعنا وبعد ما اليوم الحزب أصبحت عنده مؤسسات، سنقوم بكل هذه المراجعات وسيتم تصحيح المسار وسنتحمل مسؤولياتنا في ذلك، وسنحاول أنه في المرة القادمة تكون الحكم وتكون المشاركة في الحكم على أساس برامج وحلول لقضايا اليوم ما عادش نجم تستنى وتنتظر بطبيعة الحال بالتشارك مع كل الأحزاب القريبة منا واللي هي كذلك مسؤولة على الوضع معنا. المناخ العام والوضع العام اليوم عبد العزيز القرطي يساهم ويساعد على إجراء انتخابات؟ والله أنا رأيي الشخصي أنه معناها صعيب الوضع الاقتصادي، صعيب وضع سياسي معناها محتقن، تعفن على مستوى العمل السياسي، فما كذلك احتقان على مستوى الناخب، العزوف اللي قاعدين نشوفوا فيه، هل معناها التدخل ما بين الحزاب والدولة وكذا، معناها فما العديد من الضبابية، فما وضع إقليمي زاد كيف ما لازمناش ننساوه اللي هو وضع إقليمي توتر. نحن بطبيعة الحال نتمنى أنه كل الظروف تبدأ ملائمة والمناخ يبدأ ملائم أنه نعمل انتخاباتنا في وقتنا، لأنه هذه معناها انتخابات دورية وماذا بينا معناها احتراما للدستور واحتراما للقوانين أنه نعملوها، لكن إلى حد الآن لا أرى بأنه هناك بيئة ومناخ ملائم من أجل أنه تصير انتخابات معناها كما نحبوها كما يحبوها التوانسة. الحاجة الباهية ممكن النقطة المضيئة في المدة هذه هو الأقبال على التسجيل. وأنا نحب نشكر قناة نسمة على المجهود الكبير اللي قاعدة تقوم به بغض النظر على المسائل الأخرى، واللي كل حد معناها حر، وهذا ما هو نبيل قروي ولا غيره، ما هو مواطن تونسي ومن حقه انه يعمل السياسه ومن حقه انه يترشح، ولكن المؤسسه الاعلاميه نتاعو قاعده تساهم على التسجيل وتساهم مساهمه كبيره من خلالك الومضات هذيك باش نمشي نسجل. فما اقبال على التسجيل، يقولوا انه العدد الكبير هو من الشباب وهذا مهم جدا. بطبيعه الحال الناس هذه تنجم تبدل، راهو العمليه الانتخابيه الكل والمنظومه كاملة والخارطه السياسيه كلها تنجم تتبدل، هذا الكل ممكن.
ممتاز، أما ماذا بين تكون فما مناخ نتاع طمأنينة يخلي التونسي يحب يمشي ينتخب ويحب يمشي كذا. يعني تأجيل الانتخابات اليوم شفنا حتى فما أي بينسوا فما حتى شكون يحكي على مثلا تاريخ 20 مارس 2020. يعني تأخير الانتخابات ينجم يكون حل التأخير، نتحدث من أجل تهيئة مناخ يكون أفضل. والله هو أنا خاصة من جانب الاقتصادي أنه البلاد تتنعوش اقتصاديا، وانه هالمؤشرات اللي اليوم مش تتنعوش بهيك الحكومه هو اللي وصلتها المؤشرات الخايبه عبد العزيز. اليوم يقولوا انه فما بعض المؤشرات اللي بدات تصلح، لكن هذا يتطلب شويه وقت. اذا كان يا اخويا ماشيين في ثنيه صحيحه، والا اذا كان مش تصير تغييرات على مستوى الحكومه هذه اللي تنجم تصلح لنا الامور الاقتصاديه شويه، والتونسي يعاود يتنفس والاستثمار يرجع ورجل الاعمال يطمئن ونبداو ترجع العجله الاقتصاديه اللي هي الاساس والمحرك نتاع كل العمل، والناس تفهم انه القدره الشرعيه تنجم تتريقل، وانه هالدينار والانهيار نتاعو ينجم يقف في وقت معين. اذا نجم يصير هذا علاش لا، اما لكن يلازم يكون هالقرار الكبير هذا واللي انا لا احبذه انه يصير بقرارات اخرى من اجل انه نوصلوا الى نتائج افضل على المستوى الاقتصادي. سفيان خاطر نظر على هذا، على خاطر توا الناس الازمه باش تزيد تقعد مده طويله لو اقتصاديا بالحسبه هذه تنجم تمشي انتخابات عام 21 2022. اما نرجعوا للتحالفات نتاعكم، انتم معروفين انكم حزب العوافد وعندكم العوافد ثلاثه اساسيه على الاقل، وحبوا ينجوا على منوالكم لكن لحد ما نجحش، حتى تحيه تونس ما جابلوش العوافد، ما عدا بون لقينا جماعه الجمهوريه، لقينا جماعه المسار، لقينا جماعه ولا افاق. انتم توا الاتحاد العام التونسي الشغل قال انا متموقع الان في خطه انتخابيه جايه وباش نسند التيارات اللي تدافع على العمال وعلى مصالح تونس، ما كشفت الموقف نتاعهم. هل انتم باش تعملوا على امكانيه وانه قوائمكم يسندوها النقابيين؟ شوف احنا الرافد النقابي موجود مهم، واحنا اعتبرنا واعتبر رئيس الجمهوريه وقت اللي اسس نادي تونس انه لازم يكون هناك نفس نقابي في الحزب ويكون هناك رافد نقابي، وكان موجود واللي اشتغل والى حد الان هو موجود. اليوم انا اعتبر بانه الاتحاد العام التونسي الشغل له من القدرة على استيعاب وعلى فهم الخارطة السياسية، وهو فهم الخارطة السياسية وتعامل مع الأحزاب الكل في عمق، وكذلك يتعامل معها في قرارات كبرى تهم مصير البلاد. واليوم التونسي سواء النقابي ولا غير النقابي سيتجه إلى الأحزاب الوطنية، الأحزاب اللي هي قادرة أن تلقى حلول، الأحزاب اللي اليوم مرتبطة أساسا بالبلاد، مرتبطة بأجندات وطنية للإصلاح للتنمية لأن تلقى حلول للتونسي. وهذا هو أظن التفكير وعمق التفكير متاع الاتحاد العام التونسي للشغل. الاتحاد العام التونسي للشغل يعرف الأحزاب، وأنا متأكد بأنه خياراته في مساندته لبعض الأحزاب إذا كان خذا القرار هذا ستكون لهذا النوع من الأحزاب. وبطبيعة الحال احنا نتمنى أنه نيدا تونس يتم معناها اختياره من بين الأحزاب هذه، وأظن بأنه نيدا تونس لربما بعد الإصلاحات اللي صارت في المؤتمر متاعه سيكون من بين هذه الأحزاب اللي مش الرافد النقابي، لربما يتعزز أكثر في الأيام القادمة ويكون فما للرافد النقابي دور كبير في نجاح نيدا تونس. سؤال أخير طبعا، خاطر أنتم زادة أنتم حزب، خلينا نقولوا خياراتكم هي خيارات ليبرالية أقرب إلى الليبرالية اليمينية من حاجة أخرى، هل أنكم أنتم الآن على مستوى برنامجكم الاقتصادي باش تبرروا حاجة جديدة انطلاقا من فشل التجارب اللي عشناها منذ 2014 وانت جاي؟ أي هو في البرنامج الاقتصادي صحيح احنا عندنا توجه ليبرالي يميني، أما لكن كذلك فما بعد اجتماعي دائما احترمناه، والبعد الاجتماعي هذا دافعنا عليه، وحتى مواقفنا وهذا دليل على ذلك أن العلاقة الطيبة والعلاقة المتينة اللي تجمعنا بالاتحاد العام التونسي للشغل، واللي كنا دائما ولو حتى ننقدوه الاتحاد العام التونسي للشغل ولكن كنا من المساندين للعديد من قرارات وألا من التحركات اللي يقوم بها الاتحاد العام التونسي للشغل، وكنا ندفع معاه من أجل أنه نلقاو حلول مع الحكومة، لأنه نعرف جيدا بأن الطبقة الشغيلة هي الطبقة المهمة والأساسية في اللعبة الاقتصادية في البلاد، وشفنا كيفاش أنه بالتغير متاع المؤشرات الاقتصادية من انهيار الدينار من التضخم والقدرة الشرائية أصبحت الطبقة الوسطى هذه متاع الموظفين اللي هي الطبقة الأساسية واللي كانت حامية للاقتصاد التونسي اليوم قاعدة تنهار ولربما تلتحق بالطبقة الفقيرة. ولذلك ما نجموش احنا نكونوا ليبراليين إلى الأقصى وإلا يمينيين إلى الأقصى، لأنه اليوم البعد الاجتماعي هو الوحيد اللي قادر أنه يضمن هذا النسيج المجتمعي والنسيج اللي نجم يخليها السلم الاجتماعي موجود والسلم والأمن متاع البلاد كذلك معناها موجود.
موجود وعليه. فأنا أقول بأنه نيدة تونس يبقى دائما بالروافد اللي موجودة فيه تقع عملية تعديل، حتى إذا كان فما شكون يحب يهز إلى الأقصى فما شكون يرجع ونلقاه الحل الوسط. وذاك علاش نيدة تونس يمثل العائلة الوسطية سواء بمفهومها الاقتصادي ولا الاجتماعي ولا السياسي. من المشين أكثر وأنه الانتخابات الرئاسية يكون بمرشح من داخل النداء، ولا تدعمون مرشح ربما قد يكون توافق؟ والله ما نجمش نقول لك لأنه هذا قرار بعد الحوار داخل مؤسسة الحزب، ما نجمش نعطيك حتى وقت السيقة على الحزب مثلا في القائمات كما تكون ندائية في القريب بعد ما نحكيهم على الأحزاب الأخرى. احنا اليوم ما زلنا كما يقولوها ما زلنا سخان، وما زالت القرار اللي تم اتخاذه وقبول الملف نتاعنا معناها هذا مش يكون عنده تداعيات كبيرة على سيرورة الحزب ككل. قاعدين نحضروا في أنفسنا، وفي الأيام القليلة القادمة تبدأ الأشغال والقرارات اللي منها هذه يتم تدارسها ويتم الإعلان عليها في الإبان إن شاء الله. شكرا لك سي عبد العزيز القطيب من عام نيدة تونس، شكرا على حضورك. شكرا.